مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن مع استمرار العملية الإرهابية التي تستهدفها. مرة أخرى الإرهاب يضرب عدن، عمليتان إرهابيتان استهدفتا جنودا وطالبي تجنيد تابعين للواء 39 مدرع بخور مكسر، أسفرتا عن سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا فيما تجاوز عدد الجرحى 60. مصادر أمنية قالت إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مركز لاستقبال مجندين مستجدين أمام منزل قائد معسكر اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي في خور مكسر، كما استهدف تفجير متزامن بعبوة ناسفة بوابة معسكر اللواء 39 مدرع القريب من المكان. ما يسمى بتنظيم الدولة سارع إلى تبني الهجومين مذكرا بحربه ضد من يسميهم المرتدين. ومع كل عملية إرهابية في عدن يعود الجميع إلى السؤال المؤرق بعد تدهور الوضع الأمني وتصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف عادة المجندين ومعسكرات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، متى يتوقف الإرهاب في عدن؟ ومن يقف وراءه إذا ما اعتبرنا أن ما يسمى بتنظيم الدولة ليس سوى مجرد غطاء أو أداة لمستفيد يسعى إلى إفشال السلطة الشرعية وإغراق المناطق التي تديرها بالفوضى والموت؟ الوضع الأمني في عدن وتداعيات استمرار العمليات الإرهابية ستكون محور نقاشنا بهذه الحلقة من زوايا الحدث. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. المدينة التي نامت على احتجاجات ومطالبات بعودة الكهرباء استيقظت على وقع فاجعة كبيرة. رعى أهالي خور مكسر بعدن صباحا إلى حيث توجد عشرات الجثث لمن وقفوا في طوابير منتظرين الالتحاق بصفوف التجنيد، فكان الإرهاب في انتظارهم، حيث سقط العشرات منهم بين قتيل وجريح. ووفقا لشهود عيان فقد انتسى انتحاري يحمل حزاما ناسفا بين طالبي التجنيد الذين قدموا مع ساعات الصباح الأولى من مناطق مختلفة داخل المدينة حريصين على أن يصبحوا جنودا للمستقبل. وتضاربت الروايات حول الطريقة التي نفذت بها العملية، لكنها مع تباينها تقترب من ذات الطريقة التي سلكها منفذو العمليات السابقة والتي استهدفت أيضا طالبي تجنيد في المكلا مؤخرا وقبلهم في عدن. ففي الوقت الذي ما تزال فيه جثث عدد من ضحايا تفجيرات المكلا في ثلاجات المشافي، أتت تفجيرة خور مكسر طارحة معها العديد من الأسئلة الكبيرة بحجم المأساة عن إمعان التنظيمات الإرهابية في تنفيذ هجماتها في المناطق المحررة وبتوقيتة متقاربة، بحيث لا تدع مجالا للكشف عن تفاصيل جريمة حتى يحل ما هو أكبر منها. وفي ذلك حسب محللين رغبة جامحة في خلط الأوراق وفي إيصال رسائل محلية ودولية من شأنها هز الثقة بالسلطة الشرعية وبمن يقف في صفها. لمناقشة موضوعنا ينضم إلينا الآن من الرياض الخبير الأمني وليد الأثوري. مرحبا سيد وليد. صلى الله مساك وجميع الأخوة المشاهدين الكرام، أهلا بكم. سيد وليد، يعني الإرهاب في عدن مرة أخرى مع كل هذه الإجراءات الأمنية التي تمت فيها منذ أشهر، هل تعتقد أن المشكلة أمنية أم أن المشكلة سياسية هي من تقف وراء كل هذا العبث الذي نراه؟ اولا فعلا عزيزي، ما زالت العمليات الامنيه مرتبطه بالملف السياسي بشكل مباشر. واضح الطريقه والمكان الذي تستهدف فيه الشرعيه بشكل عام، وواضح الادوات التي تستخدم والطريقه التي تستخدم بها هذه. كل هذه المؤشرات هي مؤشر عن نوع او تحدد لنا المسار السياسي ومن هو الجاني تحديدا الذي يستغل كل هذه الفرص. مهما ارتفعت نسبه الاجراءات الامنيه فهي تظل مرتبطه بالجانب السياسي. طريقه الاستخدام للسلوك او طريقه السلوك الاجرامي وطريقه التنفيذ كلها عباره عن مسارات واضحه تحدد بان ما زال علي عبدالله صالح هو اكثر قدره على اداره الراي العام من خلال ارتكاب مثل هذه الجرائم عبر ادواته المختلفه المرتبطه بشكل مباشر مع ايران. وبالتالي كل العمليات الارهابيه نجدها بطريقه معينه بشكل معين. علينا ان نغير من ادواتنا ومن استراتيجياتنا حتى نسعى او نصل الى مستوى موازي لمكافحه مثل هذه الجرائم.
هنا تكمن المشكلة أيضا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ وليد. ينضم إلينا الآن من عدن قائد اللواء 39 مدرع وقائد معسكر بدر اللواء عبد الله الصبيحي. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور. حياكم الله سيادة اللواء. يعني تبدو هذه نفس الطريقة ونفس الهدف مرة أخرى، العملية الإرهابية تستهدف مجندين في الجيش الوطني. ما الذي حدث اليوم بشكل يعني أوضح؟ والله اليوم طبعا توقفت اللجنة على أساس الأفراد اليوم عدد 380 اللي تجاوز السن القانوني اللي شاركوا في معركة عدن وأبيان وتجاوز السن القانوني ما فوق 30 سنة، وعلى أساس ما أن تتم المعالجة من الأخ مساعد مع الأخ مساعد وزير الدفاع اللواء الرفن عبد القادر العمودي. فالشباب هؤلاء طبعا جايين على أساس الترقيم بينما هم في الكشف الآخر، يعني اللي الكشف الثاني. فعلى كل حال اللي تم الاستهداف لتجميع حقهم جاء شخص يعني بعكاز يعني على أساس أنه مصاب، فتقدم إلى الجامعة يعني، وكان القرض من الاستهداف طبعا استهدافنا نحن شخصيا عندما شاف السيارة خارجة أحد سيارات الجيران طبعا، وكانت فيها أحد النساء تسوق، فرأى أن المرافقين حقنا يصفوا لها الطريق، فظن أنه قائد اللواء عبد الله الصبيحي فقام بتفجير نفسه وإصابة الكم البشري المتواجدين جوار البيت. نعم. طيب هذه الأحادثة ليست الأولى، يعني كنتم قد أعلنتم قبل أشهر عن مرحلة ثانية من الخطة الأمنية كان مقرر لها أن تعمل على استتباب الأمن في المحافظة، لكن العملية الإرهابية الجديدة تكشف أن هناك ثغرات أمنية لا زالت يعني كما هي في السابق، كيف يمكن تفسير الأمر؟ والله هذه يعني مثل هذه العمليات تحصل عادة في بلدان على مستوى عالي من الجانب الأمني، والشخص اللي جاء على أساس يفجر نفسه كان يعني لابس لبس ميري، يعني لابس لبس عسكري، وعلى أساس أنه من ضمن جرحى الحرب، وزملائه التفوا حوله يعني من جانب عاطفي واحترام وتقدير لنضاله. فعند تجاوزهم حاول يتجاوزهم كما ذكرت لك، فظن بأنه نحن موجودين في السيارة وفجر نفسه. طبعا نحن أثناء كان ينبغي أن نكون في اللواء في الترقيم في مقر اللواء، ولكن نظرا لعدم وجود الكهرباء وكون اللجنة بحاجة إلى كهرباء لأدوات التشغيل للترقيم، فذهبنا بهم إلى معسكر الصولبان وكان الاستعداد ضعيف هناك في تجهيز اللجنة عندهم، ورفضوا قبول المجندين وترقيمهم في منطقة الصولبان معسكر الصولبان. ونظرا لتأخر الترقيم وحاجة الأفراد وحاجتنا احنا على أساس ترقيم الأفراد حتى نبرئ ذممنا لما قدموه هؤلاء الشباب الأبطال، قمنا باستيعابهم في بيتي شخصيا واعتبرناهم مثل أولادنا، والذي يحصل لهم يحصل نعم. علينا. نعم. طيب يعني في كل مرة يظهر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية معلنا عن مسؤوليته عن العملية، كيف تقيم تواجد هذا التنظيم في عدن؟ والله الحمد لله خفت، انا اقول انه اقل ضرر الان في هذه الايام، ولكن طبعا هم يحاولوا يصطادوا الفرص يعني في مثال. بس ناحيه السؤال هنا كان يفترض كيف ان الشخص هذا تجاوز كل النقاط الامنيه المحدده في المناطق في بعض الاسماء المناطق، يعني كونه لابس لبس ميري ولابس يعني مرتدي يعني لبس ابيض لبس ابيض، وربما كان يحمل ماده السيفور الذي هي شديده الانفجار وظهورها يكون يعني غير ظاهر. نعم. طيب الان يعني كان هناك شمول للاجراءات الامنيه بمحافظتي لحج وابين المجاورتين، كان من المفترض ان يسهم ذلك بتطبيع الوضع الامني في العاصمه المؤقته، يبدو ان ذلك لم يحدث حتى الان، كيف يمكن فهم هذا الامر؟ والله نقول لك انه في بعض الوسائل او الامكانيات، يعني حقيقه اخواننا في مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي يعني ما قصروا، دعمونا دعم غير محدود، ولكن
ينقصنا في بعض الاشياء يعني الامكانيات مثلا المدرعات، الجولات في مفترقات الطرق في الاماكن المزدحمه، افضل الاسلحه الخاصه الكشف مثل هذه المواد المسجله. إذن قائد اللواء 39 مدرع العقيد الأستاذ عبد الله الصبيحي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك ونحمد الله على سلامتك سيادة اللواء. إذن نعود إلى السيد وليد الأثوري الخبير الأمني معنا من الرياض. سيد وليد، يعني في كل مرة كما تحدثنا يظهر تنظيم الدولة لتبني هذه العمليات الإرهابية، هل فعلا يتمتع هذا التنظيم بهذه القوة والتواجد في المحافظة أم أنه ليس أكثر من مجرد أداة لتنفيذ مشروع الانقلابيين؟ طبعا كما ذكرت أخي بأنه أداة لتنفيذ رغبات الانقلابيين، وهو يحاول أن ينتهز مثل هذه الفرصة لتنفيذ هذه لأغراض سياسية بحتة. لكن دعني أقول لك بحسب ما طرحه سعادة العقيد قبل شوية الآن بأن هناك المشكلة تكمن في المعلومة، الحصول على المعلومة وإدارة المعلومة هي واحدة من الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الثغرات الأمنية التي يجب أن تدركها. يجب أن يكون هناك عمل نوعي احترافي من حيث الحصول على المعلومة وإدارتها حتى لا يتسبب مثل هكذا اختراق. وكان الاستهداف المباشر، هناك تجد بأن عملية الاستهداف كانت نوعية في تفجير او الوصول الى القياده بشكل مباشر. نعم. وعندما لم يستطيع الوصول الى القياده فهو حاول ان يحقق اعلى مستوى الانجاز بالنسبه له كجاني. علينا ان ندرك ان العمل الامني يحتاج الى معلومه بشكل سليم جدا او صحيحه والتعامل معها استباقا حتى نتفادى مثل هكذا حوادث. هناك ادوات اكثر احترافيه الان يتم استخدامها في عمليه الكشف لمثل هكذا جرائم والتعاطي معها بشكل أو بآخر. كل هذه الإجراءات يجب أن تكون بناء على رؤية واستراتيجية أمنية واضحة، معالجة كل الأخطاء السابقة حتى لا نقع بنفس الخطأ. لا يمكن أن أحشد تجمع بهذا الشكل وبهذه الطريقة في ظل هذه الأوضاع الأمنية. هذه تجربة تراكمية تحصل منذ فترات سابقة كما رأينا في كلية الشرطة في صنعاء نفذت عمليات كثيرة من هذه الجرائم، وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية في عملية توزيع المخاطر من ناحية والعمل في أعلى مستويات المكان الآمن والتوقيت المناسب حتى في تنفيذ العمل على أي حال أو تجزئته بحيث تكون نسبة مهما حصلت من سلوك إجرامي يكون نسبة المخاطر أو نسبة الأضرار أقل ونسبة الإنجاز الأمني أعلى بشكل موازي مثل هذه الجرائم. نعم، طيب يعني هناك إجراءات أمنية تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية، هل تبدو هذه الإجراءات قادرة على مواجهة تصعيد الموجة الإرهابية في عدن برأيك؟ أنا أعتقد أن تكون الإجراءات الأمنية بشكل موازي للجريمة ذاتها. ما هي الأدوات التي يستخدمها هؤلاء المجرمين، وما هي الطرق أو ما هي الفرص الثغرات الأمنية التي يخطو أو يعبر من خلالها مثل هكذا جرائم. أعتقد اليوم كنا في لقاء مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول موضوع تنفيذ الأقاليم أو تدشين الأقاليم على عدن أو إقليم عدن تحديدا، أن يبدأ بشكل عملي في بناء هوية خاصة بإقليم عدن وقاعدة بيانات تتحكم بالمسار العملية الأمنية خلال المرحلة القادمة، وبالتالي حتى تعز بنفس الطريقة. هذه ستشكل جزء من إجراءات أمن المستقبل خلال المرحلة القادمة بالنسبة لي من خلال تطبيق واقع الأقاليم والتعاطي بشكل إيجابي وفقا للأرض والإنسان الموجودين على كل في اقليم الجند واقليم عدن بشكل عام، بعيدا عن المزايده السياسيه التي لا توصل لنا الى حلول جذريه لمشاكلنا الحاليه ويستفيد منها الانقلابيون بشكل مباشر واكثر. نعم. وتتاح لهم فرص في استغلالها. طيب يعني ما الذي تحتاجه عدن لتطبيع الحياه واستعاده الامن فيها بشكل اكبر، خصوصا مع ما تطرقت اليه من محاولات لتسييس الوضع هناك اكثر؟ تحتاج إلى بناء جهاز أمني بشكل أقوى كما تحدث سعادة العقيد بأنهم بحاجة إلى، أنا أعتقد أنهم بحاجة إلى تدريب نوعي، إلى أن تكون هناك أدوات أكثر، أدوات عملية تستخدم التقنية في عملية كشف مثل هذه المتفجرات. عليهم أن يديروا المعلومة بشكل أفضل، عليهم الحصول على المعلومة أولا وإدارتها بشكل أفضل، لأن أعتقد هناك عطش وحاجة ماسة للناس نحو تحقيق الأمن. واحدة من أهم مفاهيم إدارة الشرطة الحديثة الآن الشراكة المجتمعية، أن يكون هناك
هناك دور للمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار، لكن هذا الدور لن يأتي إلا عندما تكون هناك قيادة للشرطة قادرة على توجيه سلوك المجتمع نحو تحقيق هذا الأمن والاستقرار بشكل واسع ومفهومي أو بمفهومي الواسع والشامل تجاه المواطن. طيب، يعني من ملاحظات رؤية خبير أمني أستاذ وليد، هناك يعني تقييما لأداء الأجهزة الأمنية، هل هناك الآن أجهزة استخباراتية كما تفضلت يعني تتنبأ بهذه الأحداث قبل وقوعها، أم أن الإجراءات الأمنية لا تزال بشكل أولي في هذه المدينة؟ أعتقد واحدة من أهم الخطوات في هذا الاتجاه أن يتم يصدر قرار جمهوري بحالة الأمن السياسي والأمن القومي بشكل عام وإدماجهم في جهاز وطني واحد حتى تتوحد المعلومة وتتوفر الإمكانيات بشكل عملي وإضاءة الفرص برضو كذلك عن ماهية أو كيفية أداة أو الأداء الذي أو الاستراتيجية التي يتبناها جهاز الأمن الوطني أو الأمن الدولة التي سيكون محل الأمن السياسي والأمن القومي حتى نستفيد بشكل عملي من هذه المعلومة وتوظيفها أو تكون هناك استراتيجية خاصة للعمل بالذات في حال الأزمات. يجب أن تكون هناك أو ما يسمى بالمجلس لإدارة الأزمة بشكل واضح والتعامل مع الشائعات وتحقيق ووضع الخطط الأمنية بناء على المتغيرات وبناء على ما يحدث على الأرض. سيكون هناك كثير من الضباط ذوي الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة الذي يمكن أن يستفاد منهم بشكل عملي في أداء جهاز الشرطة وخاصة في محافظة عدن. طيب، يعني باعتبار أن الملف الأمني في اليمن بشكل عام وكذلك العسكري بشكل عام أيضا لا ينفصل عن أمن دول الخليج عامة، وهنا قوات تابعة للتحالف العربي موجودة الآن في عدن بعد أن ساهمت بتحرير هذه المدينة من الانقلابيين، ما هو الدور المنوط بهذه القوات في تعزيز العملية الأمنية بداخل عدن أستاذ وليد؟ طبعا الدور المنوط تحديدا ما يجب عليهم القيام به هو أن يكون هناك مؤتمر خاص لمجلس وزراء دول التحالف العربي، لوزراء داخلية التحالف العربي يقومون بتقديم عطاء أو بعقد مؤتمر وتوفير الإمكانيات المتاحة والدعم اللوجستي بشكل مباشر كونهم مختصين أمنيين في على مستوى دول التحالف العربي حتى يحقق نجاحه بشكل كامل في العمليات العسكرية وبالتالي الحفاظ على الأمن في المناطق التي تم تحريرها من قبل قوات التحالف والمقاومة الشعبية في اليمن. وهذه خطوة مهمة يجب أن تقوم، إذا لم تكن على مستوى عالي في وزراء داخلية دول التحالف العربي فهي على مستوى ما يناسب مع الموقف الأمني بشكل إجمالا في اليمن. نعم، إذا الخبير الأمني الأستاذ وليد الأثوري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام المحلل السياسي الدكتور محمد عسكر. مساء الخير دكتور. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك دكتور. يعني بعد ما يقارب العام من تحرير عدن، بعد أيضا كثير من العمليات الأمنية التي استهدفت معاقل التنظيمات الإرهابية، لا يزال هناك إرهاب ضرب عدن ويعني وبقوة إذا صح التعبير، كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ أولا اسمح لي أخي العزيز أن أعزي كافة أسر الضحايا التي العمل الإرهابي الذي حصل اليوم في عدن وكذلك الشفاء العاجل لكافة الجرحى. في الحقيقة عدن كأي مدينة منكوبة خرجت لتوها من حرب، هنا لم تبقي لها أي مؤسسة ولا أي بنى تحتية. هذه المدينة المنكوبة من الطبيعي جدا أنها تعيش في أوضاع أمنية مغلقة وكذلك في حالة من الفوضى. للأسف أن الإرهاب والتنظيمات الإرهابية استغلت هذه الحالة الأمنية ما قبل مؤسساتية في الدولة وجعلت من هذا الفراغ الحكومي الموجود في عدن منه ساحة لها لتستطيع أن تتحرك. ثم جاءت المقاومة وجاءت القيادة الحالية في عدن وبذلت جهود كبيرة وحققت انتصارات كبيرة للغاية، لكن تحولت هذه التنظيمات إلى العمل كخلايا نائمة وللعمل السري بعد أن كانوا ظاهرين على العلن. طيب، باعتبار أن عندما تحدث عمليات يعني إرهابية هناك مستفيدون، سياسيا من مستفيد من هذه العمليات التي حدثت في عدن؟ واضح جدا أن عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة، عدن هي رمز
الصمود ورمز المقاومة في اليمن. عدن هي مهبط الشرعية وعاصمة الشرعية من يعني الخطة باء كما كنا نسميها، أن الخطة ألف كان الإنقلابيين هدفهم هو السيطرة على الأرض، أما وقد فشلوا في تحقيق هذا الهدف والخطة ألف، لديهم الخطة باء وهو زعزعة الأمن وخلق نموذج مشوه للشرعية في المدن المحررة، وبالتالي بدل أن تتحول المدن المحررة إلى مناطق جاذبة ونماذج جاذبة على مستوى اليمن، تتحول إلى نماذج مشوهة وطاردة لأي فكر يدعم الشرعية وأي توجه يدعم الشرعية. فالمستفيد النهائي من هذا الموضوع بكل تأكيد هي الإنقلابيين. أيضا لدينا عامل مهم جدا، وهو حينما كان الإنقلابيون موجودون في عدن وكانوا في كريتر وفي التواهي وفي المعلة وفي حور مكتر، لم نشهد ولا حادثة واحدة من حوادث هذا الإجرام والإرهاب الذي نراه الآن في عدن، مما يشير بكل تأكيد إلى أن أجندة الإرهاب هي أجندة تتفق مع الإنقلابيين بكل تأكيد. طيب هنا يعني البعض يشير إلى أن تنظيم داعش الذي دائما ما يتبنى هذه العمليات ليس سوى أداة يعني أداة تنفيذية لدى أجندة سلطة الإنقلابيين في صنعاء، بدليل أنه لا ينفذ عمليات في إلا في المناطق التي يعني لا ينفذ عمليات في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون، بينما يعني ينفذ عملياته في المناطق التي تتواجد فيها سلطة الشرعية. لكن في المقابل هناك وجهة نظر تقول أن لهذا التنظيم أهدافه الخاصة. هل يمكن الحديث خاصة مع وضع هذا التنظيم على قوائم إرهاب عالمية من قبل الأمم من قبل الولايات المتحدة مؤخرا، أن هناك فعلا يعني شبح يسمى بتنظيم الدولة موجود باليمن وله أجندته الخاصة؟ بكل تأكيد هناك يعني حقائق وتنظيمات تظهر هنا وهناك لسبب يعني ما، لكن ما حصل في اليمن خلال الفترة الماضية لأكثر من 3 عقود أن النظام السابق جعل من أي فزاعة في العالم عمل لها وكالة في اليمن وفرع في اليمن. لو تذكرنا في عام 2000 وما قبل وما بعده حينما ظهرت فكرة القرصنة الصومالية في خليج عدن، تكلم النظام السابق حينها وتعدد أن لدينا أيضا قراصنة حتى يجلب المساعدات لتقوية نفوذه ونظامه. حينما ظهرت فكرة القاعدة أجا يتكلم نحن نريد أن نشارك في عملية مكافحة الإرهاب ولدينا قاعدة. أيضا لما ظهرت فكرة داعش، يعني هناك عدة مؤشرات تؤكد لنا أن حتى وإن كانت هناك بعض الخلايا الحقيقية لهذه التنظيمات الإرهابية، إلا أن النظام السابق استطاع من خلال أجهزته الأمنية الضاربة في مختلف نواحي ومحافظات اليمن استطاع أن يشكل له خلايا تعمل وفق أجندات وأهداف محددة. ولنضرب مثلا واحدا في 2011 حينما خرج الشباب في ثورة فبراير السلمية، وحينها تحدث على الملأ وكان يقول أن هناك محافظات سيطر عليها تنظيم القاعدة، وبعدها بأسبوعين تقريبا وجدنا أن فيها وكل شيء هناك للقاعدة. نعم. ما حاول الوصول إليه أن هذا النظام يجعل اليمن كل موقفه كما كان يكرر مرارا وتكرارا، جعل الجنوب ساحة لكثير من التنظيمات بمحاولة أن هذا هو المسمار الذي سيحفظ له إخضاع الجنوب واستمرار هيمنته على الجنوب. لما جاءت المقاومة وجاءت عاصمة الحزم وكسرت يده عن الجنوب، والآن مثل التنظيمات هذه أن يرهب، ولكن أعتقد أنه هيهات أن يرهبهم أبناء عدن الذين قاموا السلطات المحلية كافة شرائح المجتمع في عدن هم في مرحلة صمود وتلاحم قوي للغاية، وأعتقد مهما عمل من عمليات لن يخضعهم، وإذا كانوا كسروه بالأمس فسيكسروه
وسيكسروا اي عصا له اليوم ان شاء الله. طيب هل ترى في ان بعض العمليات تهدف يعني تستهدف فصائل محدده في المقاومه فيما بينما عمليات اخرى تستهدف تنظيمات اخرى او جهات سياسيه اخرى، هل هناك محاوله من قبل هذه التنظيمات الى ارباك الصف الواحد للشرعيه دكتور محمد وبعجاله اذا سمحت؟ كنت أتحدث دكتور على أن هذه العمليات تستهدف تارة فصائل معينة بداخل المقاومة وتارة أخرى تستهدف جهات معينة محسوبة على أحزاب أخرى بداخل الصف الواحد للشرعية، هل هناك محاولة لخلط الأوراق بذلك؟ نعم هناك محاولة من خلال استهداف أطياف معينة في المقاومة. نعلم أن المقاومة في عدن كانت مقاومة شعبية جنوبية من كافة المكونات الجنوبية هناك السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية في حالة من المقاومة. استهداف أحد الفصائل كان محاولة لقلب الأوراق، استهدفوا في المرة الأولى أبناء يافع وكثير من كوادر، ثم استهدفوا السلطات المحلية ممثلة بالمحافظ، واليوم يستهدفون العميد عبد الله الصبيحي في منزله وفي المعسكر. في الحقيقة أيضا هناك يعني أنا أستغرب أن لدينا كثير من الكوادر الأمنية والعسكرية في عدن ولا نستفيد من الأخطاء السابقة ولا نستفيد مما حصل في المكلا. تقريبا حصلت نفس العملية بكل تفاصيلها، لماذا نكرر نفس المآسي؟ شعبنا تعب من الألم والوجع وهذه الحالة من النزيف. يفترض أننا نعمل على الشباب حينما يتم تسجيلهم يتم إدخالهم إلى داخل المعسكرات، لا يصفون في صفوف خارج المعسكرات، يسهل لأي إنسان انتحاري أن يفكر فيهم. نتمنى أن تأخذ السلطات في عدن احتياطياتها والسلطات الأمنية والعسكرية، ونحن واثقون إن شاء الله أنهم قديرون بالنصر، وطالما هناك حاضنة شعبية لتنتصر فإن شاء الله عدن ستنتصر كما انتصرت على الإرهابيين ستنتصر على الإرهاب. إذا دكتور محمد عسكر المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، في ختامها أيضا تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى بإذن الله. إلى اللقاء.